ضمن سوبارو ويك عم نكتشف سيارات، هالسيارة المعروفة كتير اليابانية المحبوبة كتير بلبنان. اليوم رح نكتشف كمان سيارة منشوفها كتير على الطرقات يلي هي الأوتباك. مع رنا عبود ماركتينج مانجر بأوتو ستار. رنا اهلا وسهلا فيك مره جديده على البلاتو تبع اوتو فوكس. اليوم عم نحكي عن سياره كثير حلوه اللي هي الاوتباك، من ناحيه اكيد اذا فينا نقول النيو جينيريشن تبعيتها شكلها كثير حلو ومعاصر كثير، ونفس الوقت اللي هي اتس ا فيري فانكشنال كار وسياره كثير حلوه لكل الاشخاص كمان اللي بيسوقوها. خبرينا اكثر عنها. كروس اوفر كثير مميزه، بيطلتها الحلوه بالابيرنس بالاجريسيف لوك، وبنفس الوقت كلاسي كمان اليجنت، واليوتيليتي طبعا اكيد اكيد، وهي بتتمتع بالكمفورت اوف باسنجر كار بنفس الوقت اوف رود كابابيليتيز اوف ان اس يو في. اوتباك بالنهايه اسمها اوتباك، سياره كثير حلوه. عم نشوف شكلها عن جنب، عم نشوف اكيد الروف ريلز، عم نشوف الالوي ويلز والدواليب الكبار عن جد اللي كثير حلو، بيعطيك ذا فيل اوف ان اس يو في. صح، حتى اللي بيعطيك عندك الرير سبويلر من ورا كمان بيعطيك السبورتي لوك للسياره، الفوج لايتس الليد لايتس من قدام ومن ورا، يعني كل الديتيلز مشغولين عليهم بطريقه كثير. رنا في شغله انا بتحمس كثير اعملها خصوصا بالاوتباك يلي هو الصندوق تبعها، بعرف كثير منيح انه كثير الناس بتعرف عن صندوق الاوتباك. وان تاتش طريقه فيري براكتيكال، بيفتح وبيسكر. أوكي. يعني هون كمان ما بتعطى الهم اللي حامل الاغراض اللي عنده بالشتاء، بموسم الشتاء عندك طريقه كثير ايزي تتفتح الصندوق. Spacious. بالاضافه للساعه يعني ريتراكتبل سيتس فينا نضبهم لقدام كلهم، انتيير دو تيير كيف مقسمه، كيف تقدر تحط كل اغراضك. مثل ما قلنا موسم ثلج هلا، السكي اكويبمنتس كمان يعني حتى السبيكر تخيل لدرجه في حدا يقعد هون، يعني اتس نوت ريكومندد اتس نوت سيف، بس فعلا نقول انه عن جد في حدا ينساع هون. كمان فينا نفرجي شغله، حتى كله مرتب يعني محطوطين سبير بارتس بطريقه كثير ذكيه كثير مرتبه، فيري مينيمال. السياره كثير يعني واحد بيوثق فيها انه حط اغراضه فيها، ولو فيها مشاوير كثير طويله كمان نفس كيف فتحناها كمان بنسكرها بنفس الطريقه. ماجيك صراحه. كمان عم نشوف رير فيو كاميرا الموجوده هون الظاهره شوي. سياره رائعه، سيمتريكال اول ويل درايف، رح نحكي عنه اكثر. التكنولوجيا اللي بتميزنا صحيح. هي عن جد مبسوط كثير انه اوتباك اول مره عم نشوفها على البلاتو عندنا بالاوتو فوكس، which is great thing لانه لازم نعرف اكثر عن الاوتباك. سياره محبوبه كثير بلبنان، وهلا صار وقت نكتشفها من الداخل. رنا كمان مثل ما تعودنا على سيارات سوبارو طوال الاسبوع، رح تكون عم نشوف كمان انتيريور كمان كثير مهم على الاوتباك. انتيريور كثير مهم، السياره فيري سبيشوس من قدام ومن ورا، وكمان كومفورتبل، وبتحس وقتها تقعد فيها ببريميوم كواليتي فيل. يعني بالاضافه للاوبشنز هلا كمان رح نذكرهم، يعني هلا عم بيحط الفوكس على الالكترونيك باركينج بريك، عندك كمان ال 7 انش سكرين للانفوتينمنت تتحكم فيهم من خلال الفولان فور مور سيفتي، في الرير فيو كام، البلوتوث الموجودين، السياره مع البادل شيفت بتعطيك سبورتي فيل، كثير اوبشنز بتميز السوبرو اوتباك. الكروم كمان بادل هلا كمان عم نشوفها، بجنن على الكروم بادل صراحه، حتى تحس حالك بقلب سبورتس كار. سياره افيلبل جاي مع كل شيء، صح، ب 2.5 and 3.6 لتر بوكسر انجن نايس، مع اكيد 6 سي في تي لينيترونيك. يعني هون كمان عم تحكي عن سموث رايد، بتحس بسلاسه انت وعم تسوق السياره، بتحس ببلزنت كومفورتبل، واكيد اهم شغله انه سيف رايد. جريت. كمان ميموري سيتس رح ننهي فيها اكيد الانتيريور تبع هذه السياره، ورح ننتقل تنحكي عن البرفورمانس تبع الاوتباك. انظمه كثيره موجوده بقلب السياره اللي بيجعلوا منها البرفورمانس تبعها مهم كثير، في تخبرينا شوي عنهم؟ اكيد رح نحكي، نبلش بالتكنولوجي اللي مميزه فيها السوبرو اوتباك مثل كل سياراتنا، واللي هي الكومبينيشن بين البوكسر انجن والسيمتريكال اول ويل درايف. يعني عم نحكي وقت نقول بوكسر انجن عم تحكي عن لو سنتر اوف جرافيتي، يعني عندك ستابيليتي، عندك كنترول، عندك تحكم خلال القياده.
والاوتباك كمان تميزت بتكنولوجيا حديثه وضيفت عليها كمان موجوده باي ذا واي على الفورستر واللي هي الاكس مود. الاكس مود هي مثل نظام بهالسياره بيعطي الدرايفر تحكم خلال القياده، يعني على الطرقات الوعره بيتحكم بسرعه السياره وبيخليه سيف اكثر. أكيد حتى بالنزلات اكيد يعني هون كانه عنده مثل سيستم دو فريناج معين بيساعده تيتحكم بالسياره. ما ننسى فيليب الفي دي سي الفايكل داينامكس كنترول كمان موجود على سيارات السوبرو واللي بيعطي كمان زيادة تحكم بخلي السيارة على مسارها، فيها تصحيط، فيها يعني بالشتاء كمان بحس بكنترول مش طبيعي يعني. هلا اوقات نحن ما عم نحكي بسوبارو وسوبارو ويك عن أنظمة كثير بدائية، إذا فينا نقولها أكيد موجودة بقلبها عن ناحية البريك فورس ديستريبيوشن والـ ABS سيستم والـ Airbags. هدول هول ما بنذكرهم يعني، لأنه أكيد ستاندرد دائما بنسمع. صانع الياباني معروف بهي القصص يعني 100% سيارة جابانيز يعني ميد إن جابان، وبتتميز بشغلة أساسية بتصنيع سيارات للسوبرو وهي سيفتي. عم نحكي عن كل سنة السنين على التوالي سيارات ما بياخذوا 5 ستارز بالأكيد كراش تيست. حتى ديسكار هاز بين تيستد ومعروفة كمان دايما غير التيست عم نحكي بالقلب اللابراتوار إذا بدي، حتى على طرقات لبنان وبالثلج وبالكونديشنز اللي كثير صعبة هن معروفين فيها. يعني سياراتنا أكيد على جميع الطرقات بكل الويذر كونديشنز وأكيد تميزت على الثلج، يعني هالشغله كثير معروفه. هيدي من ناحيه البرفورمانس. هلا صار وقت نعرف الكويشن الكبيره، وين فينا نشوف السياره؟ شو رح نكون عم نستفيد اذا اشترينا هاي السياره؟ سو رنا واتس ذا ديل؟ ذا ديل فيري سبيشال ديل عاملينه خلال 2 ويكس مع اوتو فوكس بكل شورومز عنا، يعني بالزلقه، بنهر الموت، بالصيفي، بجوني، فيردان وبصيدا، يعني وين ما تروحوا بدكم تعملوا حسابكم انه عنا 2 ويكس فيري فيري سبيشال ديلز على سيارات. بالاضافه للزلقه للزلقه عنا افتر اورز اوبن هاوس بشوروم الزلقه على الهاي واي، ناطرينكم تستفيدوا من هالاوفرز وما تتاخروا لانه عن جد رح تتفاجئوا ورح تكونوا كثير مبسوطين، ونحن رح نكون موجودين تنفصلكم ان ديتاي عن كل شيء بخصوص هالاوفر. يعني خلصوا شغلكم للساعه 10 بالليل البرانش بالزلقه، علقانين بالعجقه ما تعلقوا بالعجقه تعوا لعنا ونحن رح نكون هونيك. كمان فيكم تستفيدوا من افتر سيل سيرفيس بجنن واكيد اكسبرتس على السيارات، بنفس الوقت كمان سبيشال وارنتي لثلاث سنين او 100,000 كيلومتر على جميع سيارات سوبارو. كمان تابعونا على اوتوفوكس من خلال mtv.com.lb حتى تعرفوا اكثر عن سيارات سوبارو، ونحن اكيد بنشوفكم بحلقات لاحقه. تشاو.